السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا يبدو عليك الحيرة؟ إنني محتارة في اختيار تخصص الجامعي. إنه موضوع يسير، لا عليك. عليك في البداية تحديد الرغبات المحببة لك، فما هي رغباتك؟ نعم، لقد فعلت هذا، ولكن تحيرت أيضا في رغباتي. لابد أن تكون رغباتك موافقة لقدراتك ومستواك العلمي، لذا يجب عليك اختيار الجامعة ذات السنة التحضيرية، وتحرصين على الحصول على معدل عالي حتى تصلين إلى رغباتك. شكرا لك على إرشادي إلى خطوة أستطيع من خلالها تحديد تخصصي الجامعي. أمنيتي أن أصبح طبيبة، ولكني خائفة ومترددة لأن لا أحصل على المعدل يؤهلني للدخول في كلية الطب. يجب عليك أن تكوني قوية وأن تجتهدي وأن تبتعدي عن أفكار الشيطان لأنها ستدمر مستقبلك، وأنا كل ثقة بأنك تستطيعين أن تصبحي طبيبة ناجحة يعرفها الجميع. شكرا لك على تحفيزي ومساندتي، فالخوف الذي بداخلي اختفى، وسوف أجتهد للوصول إلى مبتغاي.